لو سمحت اتكلم على وظائف سياسة واقتصاد. احنا عملنا فيديو كامل يمنا على وظائف سياسة واقتصاد وعلوم سياسية واتكلمنا على الموضوع ده. يجب انك تحسم من البداية انت حابة ايه، سياسة واقتصاد. السياسة ليها مجالاتها والاقتصاد ليها مجالاته، لكن بشكل عام هتجدي ان وظائف سياسة واقتصاد لا اما تشتغلي في السلك الدبلوماسي لو متاح ليكي، لو انت عرفت تجيبي تحلي وتدخلي المجال، ممكن كمان تشتغلي في البنوك، البنوك بترحب بخريجين قسم الاقتصاد جدا داخلها، ممكن تشتغلي في الشركات كمحللين ماليين واقسام الاقتصاد وخلافه، ممكن تشتغلي في اكتر من مكان بهذا التخصص. طب انا هشتغل بالسياسة، انا خريج سياسة، لما تشتغل في الصحف والبرامج والمؤسسات الاعلامية او تشتغل في الجرايد وخلاف، وكل الحاجات دي ممكن تشتغل فيها بالسياسه. طب انا اصلا السياسه ما فيهاش شغل اصلا، ما كنتش بحبها، ممكن تعمل كارير شيفت، تشتغل بالتخصص بتاعك وتعمل كارير شيفت لحاجات الاداره، الاتش ار، الماركتنج، ساعتها تاخد دبلومه وربنا يكرمك. ولكن وظائف كتيره، اهم حاجه ان احنا نحب حاجه معينه ونكمل فيها وربنا يكرمنا باذن الله تعالى.